وللمزيد من التفاصيل عن عمليات الاقتطاف التي ترتكبها الميليشيا ضد المدنيين والتي كان آخرها اقتطاف المواطن عيسى الهيازعي، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد إحدى أقارب المختطف. سيدة الكريمة، مرحبا بكم. يعني حبذا لو توضحي للمشاهدين ملابسات اقتطاف عيسى، كيف تم الاقتطاف ومتى تحديدا؟ تفضلي سيدة الكريمة، هل تسمعيني؟ تفضل، السلام عليكم. نعم، كيف حدث الاقتطاف ومن أي مكان سيدتي؟ الاختطاف صار من البيت. نعم، من البيت اللي هو يسكن به في حي القضاة، محل 122 زقاق 7 دار 30. نعم، متى هم الخاطفين؟ كانوا لهم قبل يعني خطفين، كان هو كان قبل يومين. نعم، موجود عندي وقال لي انه الجماعه كل يوم ارجع بالليل، كان رمضان. نعم، هو يروح يفطر عند ناس او معزوم او برا. نعم، يرجع يلاقيهم قاعدين بالسياره منتظري باب البيت. نعم، شنو ما هي أسباب الاقتطاف؟ هل تعلمون الجهة التي اختطفت سيدتي الكريمة؟ والله الأسباب كثيرة، يعني هي بلشت من سنوات. نعم، من تقريبا 2006 كان في عندهم قطعة بستان ورثة هم بيها. نعم، طبعا هاي وارثيها هم أبا عن جد، يعني مش إنه أحد اشتراها. نعم، لا ورث. استولى عليها شخص اسمه صبحي محمد كاظم السراي. نعم، بلشت المشاكل 2006 2007، كانت طائفيه قويه بغداد. نعم، وكان صعب هاي المناطق شويه الريفيه، صعب الوصول إلها. نعم، واضافه الى هذا لما يعني وصل الخبر انه فلان اجى على الارض وبدا يبني وبدا يستثمر، حاولوا الاتصال بي، قام يدز خبر انه اللي يوصل منكم للوصفيه اني اقتله. نعم، الارض البستان بالوصفيه ناحيه الرشيد. هذا الشخص هذا الشخص التي ذكرتيه، هل هو تابع لميليشيات معينه؟ والله العلم عند الله، ما حد يعرف يعني هو تابع لاحد او ما تابع، ما معروف. نعم، يعني كمعلومات للعائله ما عندنا انه هو من تابع ولا نعرف. هو السيد عيسى عراقي. من يتحرك؟ نعم، من يتحرك؟ نعم، يكون هو واخوته وولد اخوته. يعني ماكو ناس غربه وياه من عشيرته. نعم نعم. السيد عيسى، السيد عيسى هو عراقي يحمل الجنسيه البريطانيه، صحيح؟ كما تفضلت زوجته. هم بالاصل يعني؟ لا، هو السيد عيسى هو العراقي يحمل جنسيه بريطانيه. عراقي الاصل، عراقي. نعم، الاصل، بس يعني من سنه 78. نعم، سافر لغرض اكمال دراسته الجامعيه الى بريطانيا وبقى هناك يعني لحد ما رجع هو بال 2012 2015 هيك شيء. هل تواصلتم مع السفاره البريطانيه في العراق؟ بالحقيقة زوجته في بريطانيا اتصلت. نعم، بالخارجية البريطانية وبلغتهم، فهم سووا طلب للسفارة البريطانية بالعراق. نعم، واتصلوا بها وبالآخر يعني هم وصلونا للقضاة. نعم، للمحاكم. صارت القضية بالمحكمة العراقية سيدتي الكريمة. يعني بس هذه نتيجة توسط السفارة. نعم، لأنه نعم، احنا بالنسبة للعائلة ان بلغت الشرطه كل شيء ما صار، اي حدث ما صار. بلغتم الشرطه؟ انه بنفس بلغتم الشرطه في العراق؟ كيف كان ردهم؟ اي بلغت الشرطه العراقيه، شرطه. نعم، حي حطين. طيب، بلغت بنفس اليوم. ماذا قالوا لكم؟ يعني هل سيقبضون على الشخص المعني المشتبه به ام ماذا تحديدا؟ بس لو سمحت شويه الصوت مو واضح وياي، يعني هو اسمع. أنتم تواصلتم مع الشرطة هنا، هل اتخذت إجراءات معينة؟ بالعراق؟ نعم، تواصلنا ويا الشرطة العراقية. نعم، وجوي للبيت شافوا الوضع، يعني شلون إنه هو الولد أولاً اختفى يومين، جواله مغلق الرجل.
نعم بعدين هو يوم الاثنين كان موجود عند يعني قريب على أهله. يوم الأربعاء زوجته خبرتني انذرت عنه، قالت إن تليفونه باستمرار مغلق نعم إلى يومين، وإضافة إلى هذا الجوارين جيرانه اتصلوا بأهله بلغوهم إنه ابنكم صار له يومين طالع من البيت وما رجع، وشكله جوي جماعة أخذه. طيب فمن استفهموا منهم من هذول الجماعة نعم قالوا والله هو كان إنه صبحي، ويعني هم نفس الجماعة هذول هم اللي كانوا يترددون عليه بالأيام الأخيرة يوميا موجودين. طيب سيدتي الكريمة، أنتم بلغتم السفارة البريطانية في العراق وأيضا توجهتم نحو الأجهزة المعنية من الشرطة، لكن هل هناك خطوات قادمة يعني تريدون أن تسيروا على نهجها في الأيام القادمة مثلا؟ والله بالنسبة لنا يعني ما نملك إلا أنه نتبع القانون، يعني نعم ما نملك أي شيء، ما نملك أي طريقة ثانية غير أنه ننتظر القانون شنو رده. نعم هل يعني إحنا بالنسبة للعائلة بلغت عن المخطوف وبلغت مين اللي خاطبه وأنطت عنوانهم، وهذا الحكي لم ترد منه أي رسالة عن طريق شخص أو غيرها، لم ترد رسالة من الأستاذ عيسى المختطف؟ لا نهائي لحد نهائي، ماكو أي اتصال لا من غريب، لا يعني ناس مثلا عادة ينخطف نعم يتصلون يطلبون في فدية، نعم بس كل مساومة هاي الإجراءات ما صارت، يعني لأنه هم خاطفين وسبق إنه مرتين ثلاثة اعتدوا عليه في البيت. نعم الغرض منه انه يبصموه على تنازل عن حصته بالارض، نعم لانه هو بالذات كان دائما يحاربهم قانونيا. نعم من بغداد احدى اقارب المختطف عيسى الهيازعي، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.